السادة الأمناء العامون، السيد مدير العام للشبكة ممثل محافظ بنك الجزائر، السيد رئيس المدير العام لشركة موبيليس، السيدات والسادة الإطارات، سيدات والسادة من أسرة الإعلام، سيدات والسادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يطيب لي أن أستقبلكم اليوم في مؤسسة جديد الجزائر في إطار الاحتفال بإطلاق خدمة رقمية جديدة تضاف إلى باقة الخدمات الرقمية المبتكرة التي أطلقتها مؤسسة بريد الجزائر خدمة لعملائها وزبائنها الكرام. إن التكنولوجيات الحديثة والاستعمال المتزايد للاتصالات الإلكترونية أحدثت أثراً عميقاً في تصرفاتنا اليومية وفي تعاملاتنا، وهو ما يدعونا للتكيف مع هذا الواقع الجديد والجعل من هذه التكنولوجيات الحديثة وسيلة في فائدة المواطن الزبون، والتي من شأنها تسهيل يومياته وتمكينه من خدمات مبتكرة ترقى إلى مستوى تطلعاته. وفي هذا الصدد وضعت مؤسسة بريد الجزائر مسألة رقمنة الخدمات في صلب استراتيجيتها من خلال برامج تطوير وعصرنة الخدمات المالية والخدمات البريدية والخدمات النقدية والخدمات المتنوعة التي توفرها مؤسسة بريد الجزائر لشرائح واسعة من المجتمع الجزائري. ففي مجال الخدمات النقدية جندت مؤسسة بريد الجزائر وسائل مادية وبشرية وتقنية معتبرة لتطوير وعصرنة هذه الخدمات، لا سيما من خلال اقتناء منصة نقدية وفق المعايير والمقاييس الدولية، توفير البطاقات النقدية من خلال تركيبها وتشخيصها محلياً وتوزيعها لشريحة واسعة من الزبائن فاقت 6 مليون زبون، توفير الخدمات النقدية عبر مختلف القنوات سواء من خلال الخدمات الجوارية عبر الموزعات الآلية ونهائيات الدفع الإلكتروني، أو من خلال الخدمات عن بعد كالدفع عبر الأنترنت أو استعمال التطبيق الهاتفي بريدي موب، أو كذلك من خلال الخدمات المالية والنقدية عبر الأنترنت من خلال بوابة بريدي واب. وإضافة إلى هذه الأرمادة من الخدمات المحدثة وفق تكنولوجيات حديثة ومثبتة، قامت مؤسسة بريد الجزائر بإطلاق خدمة التشغيل البيني للخدمات النقدية مع المنظومة البنكية في بداية هذا العام، وذلك في إطار مساعي تعزيز الاندماج المالي وتمكين زبائن بريد الجزائر وزبائن البنوك التجارية المعتمدة من الاستفادة من أفضل الخدمات وفق منظومة نقدية وطنية شاملة ومندمجة. سيدات والسادة الحضور، إن التطور المعتبر الذي شهدته العمليات الإلكترونية النقدية لا سيما خلال فترة جائحة كورونا كوفيد-19 يشجعنا ويبعث في نفوسنا الأمل لتطوير الخدمات الرقمية والخدمات عن بعد، والتي من شأنها تسهيل يوميات المواطن الزبون والتقليل من مخاطر العدوى لا سيما في هذه الفترة الصحية الاستثنائية التي نعيشها. غير أنه ينبغي علينا أن نكثف من جهود الاتصال للتعريف بخدماتنا الرقمية الإلكترونية والترويج لها، وهي الخدمات الموجهة لجمهور عريض من كافة أطياف المجتمع. ونحن اليوم بصدد إطلاق خدمة رقمية جديدة تتمثل في بريد باي عن طريق الدفع عبر الهاتف النقال من خلال استخدام تقنية مسح رمز الاستجابة السريع QR code عبر تطبيق بريدي موب، فإننا نناشد كافة المتعاملين الاقتصاديين والتجار والحرفيين والمهنيين للانضمام لهذه الخدمة المبتكرة، والتي وعلاوة على كونها توفر مزايا عديدة للزبائن والتجار، فمن شأنها كذلك إضافة إلى مختلف الخدمات الإلكترونية المتاحة أن تقلل من مخاطر الاستعمال المفرط للسيولة
النقدية التي تشهدها معاملتنا المالية اليومية. وفي الأخير اسمحوا لي أن أثمن جهود كافة عاملات وعمال وإطارات مؤسسة بريد الجزائر الذين لا يدخرون أي جهد في توفير أحسن الخدمات البريدية الحيوية وفي ترقية الخدمة العمومية البريدية التي نطلع إليها. شكرا على كرم الإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.